مجموعة من الفتيات من طنطا بمحافظة الغربية قرروا يتحدوا التقاليد الريفية في بلدهم ويركبوا عجل في شوارع مدينة السيد البدوي في مبادرة بدأت بدعوات كبيرة للمشاركة على الفيسبوك، وده لمواجهة ارتفاع أسعار المواصلات وكمان لمواجهة التحرش والمعاكسات. أول حاجة في الموضوع إن فكرة إن إحنا جروب بنات مع بعض دي طمنتني شوية، وفكرة بني التفكير اتغير شوية عن زمان، ان البنت ما ينفعش تركب عجلة، فخلاص بقى يعني التفكير بقى احسن من كده. عملت الايفنت بحيث ان احنا البنات يلا ننزل كلنا، لما يشوفونا مرة في مرة انتوا من نفسكم هتقدروا تنزلوا لوحدكم عادي. اخويا عنده عجلة، طبعا اي ولد بيبقى عنده عجلة، فهو اللي علمني بالاول يعني. بعد كده هو ما كانش راضي اصلا ان انا اركب عجله، بس لما قعدت بقى اقنعه وكده وان انا انزل وكده قال لي ماشي. طول ما احنا بننزل بتقابلنا التعليقات، بس في نفس الوقت في ناس تانية بتشجعنا هي اللي بتخلينا نستمر. عشرات الفتيات شاركوا في سباق العجل اللي بدأ من قدام استاد طنطا وبيتنفذ كل يوم جمعة، ومر بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وده بحسب ما خطط المنظمين للتجربة. عشان نجمع الناس دول انا طبعا يعني الايفنت بتاع الفيسبوك هو بنجمع الناس، بس الفكره كلها ان ايه، كل البنات عايزه تركب بايكس بس خايفين من كلام الناس، خايفين من عادات التقاليد اللي احنا فيها طبعا، فعشان كده ما عندهمش الجرأه. لما بيلاقوا واحده واثنين وثلاثه وعشرة هينزلوا خلاص بيجيلهم الجرأه من كده، فده اللي بيشجعهم. الفكرة عجبت ناس كتيرة خصوصا من الفتيات والسيدات، وإن كان بعض الأهالي ليهم اعتراضات باعتبار إننا في مجتمع ريفي بيرفض التجربة دي. يركبوا دلوقتي، ما هو دلوقتي خلاص عادي بقى كله زي بعض، كله زي بعض، لكن عندنا في الريف لا منفع. مش أحسن من الميكروباص وزنقتها والسواقين والكلام ده؟ هي أحسن ومحدش ينتقد ما دام ماشية في حالها ومحترمة خلاص. فكرة جديدة بالنسبة لمدينة زي طنطا بيغلب عليها التقاليد المحافظة، لكن مؤكد ان في اصرار من المشاركات فيها على استكمال الطريق للنهاية. طارق احمد، هنا العاصمة.